انطلق صباح اليوم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، والذي سيقام في الفترة ما بين 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل، حيث توجه مئات الزائرين لمركز مصر للمعارض الدولية للتمتع بفعاليات المعرض والتجول بين أجنحته المختلفة. مشهد ثقافي سنوي يتكرر في نفس التوقيت من كل عام، إنه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، والذي يقام لأول مرة داخل مركز مصر للمعارض الدولية، وتشارك فيه جامعة الدول العربية ضيف شرف لليوبيل الذهبي. احنا طبعا دي تاني مرة نشارك فيها كضيف شرف كجامعة الدول العربية. اول مرة شاركنا في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب عام 2004، دي تاني مرة، ونتشرف بانه يكون اليوبيل الذهبي لمعرض مهم زي معرض القاهرة الدولي للكتاب. المعرض يشارك فيه هذا العام اكثر من 169 مشاركا من 35 دولة ما بين العربية والأجنبية. طبعا مشاركة دار الثقافة والسياحة أبوظبي تأتي من أهمية الترويج للمشاريع الثقافية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، حيث تشرف الدائرة على العديد من المشاريع الثقافية، لعل أبرزها متحف اللوفر أبوظبي وقصر الحصن ومجمع الثقافي، وكذلك الترويج للمشاريع المختصة بصناعة الكتاب مثل معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومشروع كلمة للترجمة، الذي استطاع خلال 10 سنوات الماضية ترجمة ما يزيد من 1000 عنوان من 13 لغة. معرض القاهرة الدولي للكتاب ده يعتبر أكبر مهرجان القراءة، أكبر معرض كتب في العالم، ولذلك نهتم بالمشاركة وفتحنا الجناح، ولذلك نشكر الهيئة المصرية العامة للكتاب على إتاحة فرصة لمشاركة هذا المهرجان مهم جدا. إقبال كبير من المواطنين في يوم المعرض الأول، إقبال من مختلف الأعمار والجنسيات. نحن نذهب هنا عشان نحن هذه طالبة ونبحث عن الكتب. كما عرفنا أن هذا معرض يعني يشترك فيه كثير من أكثر من الدولة، يعني فطبعا نحن هذا عجيب، هذا شيء جميل، فنحن نريد أن نشترك ونشتري في كتب جميلة. أنا جاي المعرض عشان خاطر أشوف الكتب النازلة جديد، وعشان خاطر أولادي يشوف الجديد في الكتب النازلة، وإحنا عندنا حب القراية. عجبني المكان، عجبني الأوت هنا. أنا بحب القراية، وأنا كل سنة بحب أجي معرض الكتاب. فعاليات كثيرة سيشهدها المعرض على مدار أيامه، 594 فعالية ثقافية و144 فعالية فنية، عرس ثقافي يؤكد أهمية مفهومي القراءة والثقافة. علا حجازي، تان تي في.